أتينا النصر الذي وعدتنا، أتينا النصر الذي وعدتنا. إنا لا نبغي رضاك إننا، إنا لا نبغي رضاك إننا. وارتضينا غير ما ترضى لنا، وارتضينا غير ما ترضى لنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله المصطفى الكريم. استجابة لنداء الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة في جمعة طوفان الأقصى 22 تحت شعار المرأة الفلسطينية عنوان الصمود والكفاح، بينما يحتفل العالم اليوم باليوم العالمي للمرأة، وتتبجح الدول التي تزعم التحضر والتقدم بأنها حققت ما تسبو إليه من تكريم للمرأة وصيانة حقوقها في المجتمع. يبرز أمام الأنظار مشهد المرأة الفلسطينية الكاشف لنفاق هذا العالم، نفاق يؤكد عجزا مريبا للمنظمات الدولية والحكومات العالمية عن إيقاف المجازر اليومية التي يرتكبها الكيان الصهيوني الغاشم في غزة. هذه المجازر التي نالت منها المرأة الفلسطينية النصيب الأكبر من المعاناة والتقتيل والتهجير والحصار والتجويع، أزيد من 9000 امرأة استشهدت منذ 7 أكتوبر، آلاف الأسيرات في سجون الاحتلال يتعرضن للتعذيب وأقصى أنواع المعاملة، تموت عذابا في كل لحظة وهي تودع أطفالها الشهداء، وهي تنظر إلى أطفالها يصرخون من البرد والجوع، تستغيث العالم ولا من يجيب، كما أن 60,000 سيدة حامل تعيش حياة قاسية في مخيمات النزوح. إنما تتعرض له المرأة الفلسطينية من إبادة وتجويع من طرف حثالة البشر الصهاينة ويباركها المتخاذلون المطبعون. فضحت زيف الشعارات المزيفة للعالم الغربي المنافق. أيها الحضور الكرام، في اليوم 154 من العدوان الصهيوني على قطاع غزة، والتي راح ضحيتها أزيد من 30,000 شهيداً وشهيدة، وأزيد من 72,000 مصاب منذ 7 أكتوبر، 63 امرأة تقتل يومياً بينهن 37 أماً، وارتفع عدد الشهداء نتيجة المجاعة إلى 20 بينهم أطفال. أيها الكرام، نقف هذه الوقفة مع عشرات الوقفات في هذا البلد العزيز تضامنا مع أهلنا في غزة، وتنديدا بالعدوان المستمر على إخواننا، واستنكارا للتواطؤ العربي مع العدو الصهيوني من خلال التطبيع المشؤوم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف الصحيح الذي رواه عنه سيدنا أبو هريرة: موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. أيها الأحباب، ونحن مقبلون على شهر رمضان العظيم، شهر مبارك نصوم فيه نهارا ونفطر على ما لذ وطاب، وإخواننا في غزة يبيتون في العراء ويجوعون ليلا ونهارا باحثين عن لقمة تسد رمقهم. يقول الله سبحانه عز وجل كما قال: كتب عليكم الصيام، قال: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. ويقول سبحانه عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. صدق الله العظيم، والحمد لله رب العالمين. بفضلك مولانا فرد علينا وإليكم القرار.
الحضور الكرام جزاكم الله خيرا. الله عز وجل اللي جعل هذا عامنا في ميزان حسناتنا يوم لقائه سبحانه وتعالى. نختم هذا الشكل التضامني ان شاء الله بالدعاء مع اخواننا واخواتنا في فلسطين، سائلين الله عز وجل ان يفرج على امه رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. عملت سوءا وضربت نفسي فاغفر لنا فانه ولا يغفر الذنوب الا انت. يا رب حبب الينا الايمان يزين في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا اتنا في الدنيا حسنتان وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. اللهم يا رب انصر اخواننا في غزه، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، كن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم كن لهم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا رب اطعمهم من جوع واسقهم من عطش، اللهم اويهم، اللهم انك لك اسلموا، اللهم يا رب خذهم اخذ عزيز مقتدر، اللهم عليك بهم، اللهم اجعل كيدهم في نحرهم، اللهم بلغنا رمضان، اجعلنا ممن يصومه ويقوم ايمانا في السابق. يا رب العالمين نقرا سوره الفاتحه. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.